مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة الآن يعني وضع رسالة مثيرة لدى مجلس الأمن الدولي تربط طبيعة الطائرات المسيرة التي يستخدمونها أو يستخدمها الحوثيون اللي هم جماعة أنصار الله نفسها هي موجودة لدى الفصائل الموالية لإيران في العراق، ويعني كان واضحا في طبيعة التقرير أنه تابع إلى هذه الشركة اللي هي كيباس أو KIPAS. وطبعا هذه يعني سيدي الكريم يعني هنا السؤال الذي أود أن أطرحه عليك، خاصة وأن هذه الشركة هي تمت معاقبتها بعد الضربة التي حدثت على قاعدة التنف، واللي أكثر الاتهامات تذهب بأن 3 طائرات مسيرة هي كانت متوجهة من العراق وضربت قاعدة التنف. يعني ما الذي يعني هذا بالنسبة للعراق للمملكة العربية السعودية أن نفس الشركة توزع الطائرات المسيرة هنا وهناك؟ هل المنطقة في مشكلة بسبب هذه التطورات؟ وهل هذه العقوبات ممكن أن تأتي بنتيجة للحد من طبيعة هذه الطائرات المسيرة الغير مسيطرة عليها تماما؟ بالفعل يعني هذا تهديد خطير لكل الدول، ما أشار له المندوب الإسرائيلي، بالفعل هو واقع الحال. يعني اليوم الطائرات الإيرانية تهدد كل دول المنطقة، لم تستثني أحدا، حتى دولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي كاد أن يذهب ضحية لهذه الطائرات. بالمناسبة يعني بعض التقارير أشارت إلى أن المحرك الأساسي لهذه الطائرات قد تم استراده من ألمانيا، رغم أن ألمانيا تجرم استخدام أسلحتها لضرب المدنيين. نجد أن بعض هذه الطائرات هناك محرك ألماني تم تمويله من أحد الدول الخليجية أو الدول العربية لصالح إيران أو لصالح حزب الله، وهذا أيضا يمثل خطورة حقيقية. أقول أن التهديد الإيراني اليوم أصبح متشعب متعدد، كلما استمرت الأوضاع على ما هي عليه كلما استفاد النظام الإيراني من الفراغات السياسية المتواجدة في المنطقة والتي تسعى إيران لاستغلالها، سواء في سوريا، في إيران، في العراق، في اليمن. وهذا يتعارض كثيرا مع التصريحات التي تصدر من واشنطن، من موسكو، من بكين. في اعتقادي أن المنطقة اليوم بحاجة إلى نقطة مهمة جدا، إدراك أن الصراع الموجود اليوم هو صراع فارسي عربي، ليس صراع إيراني سعودي. المملكة تتصدى لأمنها، لكن على الأشقاء العرب إدراك أن ما يجري هو هجمة فارسية إيرانية على حالة الضعف العربي المستشري اليوم. عملية التمدد الإيراني ستستمر، رصد التدخل الإيراني في الشمال الأفريقي، وهذه نقطة خطيرة جدا. رصد التمدد الإيراني في القرن الأفريقي، وهذه نقطة خطيرة جدا. إن استمرت الأوضاع في اعتقادي أن إيران ستطبق على العديد على عدد من الدول العربية. ولذلك أريد أن أقول أن تحالف الدول العربية المفيدة، أؤكد المفيدة، لسنا بحاجة إلى إجماع عربي، لكننا بحاجة إلى إجماع دول عربية مفيدة، دول عربية كبيرة، دول عربية مؤثرة ماليا واقتصاديا وعسكريا، كفيلة بأن تحمي القوم العربي. إذا كنا قد فقدنا الأمل في حدوث إجماع عربي، فعلينا ألا نفقد الأمل في حدوث تحالف عربي قائم على حماية ما تبقى من الأمن القومي العربي. والمملكة تبذل حتى اليوم جهود كبيرة جدا وملموسة، سواء جهود عسكرية أو سياسية أو حتى اقتصادية. اليوم المملكة أصبحت دولة مؤثرة وفاعلة اقتصادية من مجموعة 20، ولذلك طوعت هذا الاقتصاد لصالح الدول العربية. ولذلك نقول أننا بحاجة إلى أن تدرك كل الدول العربية أن الأطماع الإيرانية لن تستثني أحدا، وإن حطت إيران رحلها في أي دولة عربية حل الدمار والخراب والتهجير.